أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. حني على الغلبان سلبناها عليكم. أهلين وسهلين بالحامل والمحمول. ليش تأخرت كل هالحجي؟ شغلت بالي قولك أنو لا تأخرت ولا شي. ليك مسافة الطريق بس زحمة شوي. خدوج تركي لها التليفون من إيدك وقوي مع وجهك على المطبخ، سوي الأكل لأنه فارت من الجوع. أي متكرم عيونك فريرة وبكون أكل جاهز. هلا هي الفسعونة بدها تعمل لك أكل وأنا موجودة؟ أنا شغلتي بالبيت بعمل لك براسي. هلا تكرم عيونك يا جوزي وسيدي وتاج راسي. أنتي بدك تعملي لي أكل بذات نفسك؟ أنا ما بدي أغلبك معي بس يعني. لا 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 تعبك راح تقبرني. بعدين ما بتعرف متى اللي بيقول لك ضرب الحبيب زبيب. قوم أنت هلا هيك غسل لي إيديك وظبطي أمورك ودقيقتين بتكون أكل عندك. يلا بقى هيك أمي. أنا صار لي ساعة بقلك سوي لي أكل وجوعان وفيرت من الجوع بتقولي لي تعبانة وما لي قدرة أسند ظهري. مجرد ما أجي أبوي قالك سوي لي أكل نطيتي مثل الغزال. قولك أنت عم تحط حالك محل أبوك يا ابن الصرماي. بعدين إذا كل هالبصور بدك تاكل قوم سخن وكل لحالك. شكرا ماما. تسلم إيدك ما مشكو. أنا هلا خلص شبعت تغلبت كتير. روحي سوي أكل للبابا حرام كنت جوعان كتير غلبتي حالك. ما اشربش اي شاي اشرب اي زوزة. انا اولك تسلم ايديكي على هاللقمة الطيبة هي. ولك انا شو اكل متو طبخك ما بلاقي. خدوج تركي من ايدك تليفون صار مرة تانية بقلك قومي عملي لي شاي. ولك وين تقوم ما تقوم؟ انا بعمل لك براسي هلا احلى كاسة شاي بالنعناع بتكون عندك خلال 3 دقايق. يلا كمان. يا سلام على الراحة اللي انا فيها. بعمري ما ارتحت هيك راحة. الله يثبتك يا امي. بس يا جماعة ديروا بالكم من امي ها، لأن امي بعمرها وحياتها ما عملت هالشي هاد. اكيد في إلنا بالموضوع ديروا بالكم. قولك حتى الشاي راحت هي تعمل لي اياه. عبادة شايف لي ايه شايفه؟ مينو هاي؟ قولك انا عم بفرك عيوني عم بحاول اصدق. بابا بس انا بدي اقول لك شغلة. الست هاي ومن خلال قعدتي طويلة معها ومن خلال تدربت منه وتعلمت منه منها لا تأمن له اوعى تأمن له. ايه وبعدين معكم انتو بدكم تجننوني من غير شغلة ما في عقلها. ايش اعمل يعني؟ اطلقة واخلاص. ولك وين طلقة ما الطلقة؟ ما وصلنا هالمواصيل الساعة وبعدين داخل بقضية وطالع بقضية ومحاكم وقضاة وتدخل مشكلة وتطلع بمشكلة. وبعدين امي ست مي قليلة طاولة ست متهورة وعصبية وبتعرف حالها ايش عم بتعمل. اقسم بالله العظيم والقاضي رح يحبسك لانك تجرأت واخذت هيك قرار. لك اذا كان انا بنفسي ماني مصدقة اكيد في شي غلط. ديروا بالكم دير بالك بابا. وبس كمان انا من خلال خبرتي الطويلة بحب اقول لك كمان انه اكيد بدها شي. شوف ايش بدها اعطيها وخلاص. وانا عم بقول هيك لانه هاي المرة مشرانية بتاكل اخضر واليابس. ولك انتو لا بتعرفوا شي لسه امبارحة واليوم سألوني الي يا ما معلقتني مصايب هالرقبة هاي يا ما داخل القصص. سكتوا شكلها اجت سكتوا. وهي احلى فنجان شاي بالنعناع لجوزي وتاج راسي وحبيبي ابن عمي. ان شاء الله تعجبك تقبرني تفضل. والله خجلتيني ماني متعود على هالتلات كله 25 سنة من العذاب والقتل والشنططة. تستني ليكي. الله يسامحك. بعدين ايش انا الي غيرك؟ انت بتأمرني امر باي لحظة شاي قهوة نسكافيه مليسة قهوة حليب اللي بيخطر عبالك باي لحظة بيخلع عندك مباشرة. بألف صحة وهنا ان شاء الله. ألف صحة وهنا؟ روح عبادة انا بلشت اخاف من امك ها. ليقوم حي تطلي شي سم بقلب الشاي. والله بتعمله لو بدها تروحني وتخلص مني. والله ما في شي غريب عليها بتعمله وبتروحك بشربة مي وما بتسأل عليه طاول. يا ما حذرتك يا حجي بس ما كنت تفهم مني. تدخل عليها بخطة تانية مباشرة الا ايش لازمك ايش تأمريني روحي بسرعة ماشي وانت قلتها بس خليني احط الشاي على الارض اني ماني مطمنة لامك طاول. تسلم ايديك يا عتاوي ام عبادة. بس انت شكلك بدك مني شي هيك الظاهر. قولي حبيبتي قولي لا تخجلي مني يعني بقية وريحيني بقى. ليو شو اخجل ما اخجل؟ ليش انت غريب عني لحتى اخجل؟ عشرة عمر انا وانت. هي انا عم بقول بما انه زودولك راتبك يعني هيك شوي عم بقول بيني وبين حالي بلكي بتزودني كمان المصروف رح تعطيني اياه للبيت ما عم كفي لانه قلتيلي ايه زاد راتبي. لحظة شوي انت منين دريتي انه زاد راتبي؟ ولك إذا أنا ما قلت حدا طاول ولك حتى
انا كنت ناوي اليوم حتى اخبركم كلياتكم. نين دريتي؟ قولي امي لا تقليله لا تقليله لا تقليله لا تقليله. انا عرفت حالي حجيت شغل بالك، انا هيك لحالي عرفت من التاريخ. ايه من التاريخ، انت هذيك السنه متى هذا التاريخ زودوا لك راب تبكرك؟ لا مو صح، انا هذيك السنه زودوا لي على راس السنه ونحن هلا مالنا براس السنه. معناتها انت اكيد في حدا مخبرك، بس انا بلحظتها كنت بارك لحالي عم بحكي. ايه ام حسين عم تسمعني؟ عم بسمعك. قرق منيح ممتاز هيك. طيب يعني رح نستلم زيادة هالشهر ولا شهر الجاي؟ هذا الشهر. طيب طيب بين عليك اذا كل العمال زودوا ولا بس نحن. بابا وين ال قلت لي منيح رح منيح رح يزودوا لك كل منيح. انا والله مبالي رح يسرحونا هاي السنة مشان الكورونا والقصص. عراسي ام حسين خلاص قلق قلق عندي حلوان بس اشوفك يخرب بيتك شو تدخل هالموطي. يلا روح سلام سلام. ايه بس انا ما رح اخبر حدا طاول وخصوصا ام عبادة، لانه هلا اذا رحت خبرت انه زاد المعاش رح تشط كلياته من غير شي ما عم تملي منه شي طاول. متى هذيك السنة ما عرفتي منه ولا ليرة، بس هالسنة غير كل السنين ما رح اخبره. سبحها الله كم شهر. ما بدي اقول لامي امر بسيطة يا بابا، بدك تخبي على امي مو؟ انا بقول له. وانا عم بقول لحالي منين درت؟ بقى بتقولي دريت لحالي مو؟ هاي فسوسة بنتك قالتك، انت خبرتيها لامك وليك بدي اقبل بسطك عيونك طولي بالك بفضالك ولا لا؟ وانت حيطتيني تنصتوا علي بالبيت مو؟ بعطيكي بزودك بس مو هلا، بس احسب حساباتي، ايمت ما حسبت حساباتي بعطيكي. ايش تفضلت استاذ انت وياه بدكم تسلبوا علي يعني؟ وقف ستوب عندك، بعدين الاكل والشرب اللي عم تاكلوه والمصاريف اللي زادت علي وارتفاع الاسعار اللي صار، مين بيدفع لي اياهم ولا انتوا بس فالحين بالاكل والشرب ولا فاكرين حالكم فتحت لكم تكيه ومالي خبر؟ هي امي وانا عم بقول وين ام عباده، بس بتعرفوا شغله؟ بسم الله وما شاء الله حول يا بابا على المره اللي عندك، بتعرف تقلب الشخصيات باتقان، يعني متقلبه بشكل محترف ورهيب جدا، يعني بتعرفوا يا جماعه اذا امي بتروح تشتغل بالتلفزيون بدها تعمل شغل مرتب تكسر فيه الاراضي، قولك فشت هيفاء وهبه قدامي. لا والله بس ليش خليتها تتحول؟ ولك كانت ماشيه كويسه ليش عصبتها؟ شفت؟ قلت لك بدها شيء، لانه انا مستغرب من الشيء عم تعمله، امي مستحيل يطلع معها هيك، قلت لك هلا فيك تشرب كاستك الشاي وانت مطمن. يا ربي دخيلك ولك لحالي عبدة ولك امك بلاش تتحول. ما دخلني، خلص شوكك بايدك مو هي مرتك على اساس، روح اعطيها كل الراتب وهروب هروب هروب. اخ يا ابن الكلب لمين بدك تطلع؟ بفضل اطول بالك طول بالك حجي، انا والله مالي عارفه انت ايش كنت معصبه حالك. طول بالك ليصير لك شيء، انا صحتك مهمه عندي كثير يعني، خلاص تكرم عيونك بزكي هي الراتب كلياته مع الزياده كمان، خذي اللي بدك اياه، اذا حبيت ترجعي لي رجعي لي، ما حبيت ترجعي لي يا ستي الله يكثر خيرك. تفضلي انت هون من الاول كان بده كل هالموشح، بس انتو جنسكم عاطل ما بتجوا غير بالشرشحه. هي 100 200 300 400 500. يا ربي دخيلك اخذت المصاري كلياتهم مشت تكمل رجعتي ولا ليره. بسيطه يا عباده انا بفرجيكي، انا عم تعملي معي هيك بسيطه. لا والله انا هلا عرفت التنجيس طلع من وين. انا مش بتاعتي الكلام ده، انا بنتي طول عمري جامده والمره دي اهجرالي انا اللي مسلمه له. او ماي جاد ايش كان ايش في؟ ايش في؟ ايش في يا بنت الصرماي ايش في؟ بدي اقطعك اشلاء واشلف جستك لكلاب الشمامه مشان يتعشوا فيكي، ولك كتفها وهذا اللي عندي. اي مو تكرم عيونك، الف طلب مثل هالطلب، ولك انا عم بستنى لهالطلب فارغ الصبر، تعي لهم برا. عمال لا تقرب، عمال لا تقرب ولي امي، ولك لا تقرب، لا تقرب، لسه ما شفتي شيء وحياتك طولي بالك. نعم ما سمعتك، حكيتي شي قلتي شي؟ بدك ما تواخذيني صاير معي تراش ما عم بسمعك. مو بدك تقولي لامك ان شاء الله تكوني مرتاحه بالبركه هون، اذا ناقصك شي قولي لي امانه. ولك بس اعرف ايش دفعتك هلا قلتي لامك؟ ليك جوا عم تعد المصاري ومكيفه وانت هون مربطه مثل كلاب الحراسه. خليكي بركه هون لاشوف 15 يوم ما في طالعه من هون، وخلي تقدر امك تيجي تفكك اذا حسنت.